السلام عليكم. لن تصدق، باحثون أمريكيون وجدوا معجزة تحدث للكافر عند سماعه القرآن لأول مرة. سبحان الله. ولكن فضلا قبل أن نبدأ، اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. من المعلوم للعالم بأسره بأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم عربي اللغة، وكلما تقدم العلم كلما ظهرت معجزات جديدة من القرآن الكريم تدهش العالم والعلماء. كما ويعتبر القرآن محط اهتمام أغلب علماء الغرب اليوم لاكتشاف معجزاته وتحليلها والاستعانة به على علوم وقوانين الكون. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن كان في القرآن الشفاء والرحمة للمؤمنين، ونحن على يقين وثقة بأنه لا أحد أصدق من الله عز وجل حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فعلينا أن نهتم بالعلاج القرآني ليس فقط بالطب البديل الذي دل عليه كتاب الله. فحتى حروف القرآن الكريم معجزة، وقد تكون شافية ومعافية لو أردناها بهذه النية. فثقتنا بالله هي التي تحتم علينا أن نوقن بهذه الآية. فهل يعتبر نص القرآن وحده معجزة، أم أن الاستماع له والحروفه العربية البالغة 326,558 حرفا معجزة أخرى تضاف إليها؟ أفادت أبحاث جديدة أجريت على مجموعة من المتطوعين في الولايات المتحدة أن الاستماع للقرآن المرتل يتسبب في حدوث تغييرات فسيولوجية لا إرادية في الجهاز العصبي عند الإنسان، فيساعد في تخفيف حالات التوتر النفسي الشديدة. ووجد الباحثون أن لتلاوة القرآن أثرا مهدئا على أكثر من 97% من مجموع الحالات، وتم رصد تغييرات لا إرادية في الأجهزة العصبية مما أدى إلى تخفيف درجة التوتر لديهم بشكل ملحوظ، بالرغم من وجود نسبة كبيرة منهم لا يعرفون اللغة العربية. وأظهرت الاختبارات التي استخدمت رسومات تخطيطية للدماغ أثناء الاستماع إلى القرآن الكريم أن الموجات الدماغية انتقلت من النمط السريع الخاص باليقظة 12 و13 موجة في الثانية إلى النسق البطيء 18 موجات في الثانية، وهي حالة الهدوء العميق داخل النفس. ولاحظ الباحثون أن الأشخاص غير المتحدثين بالعربية شعروا بالطمأنينة والراحة والسكينة أثناء الاستماع لآيات كتاب الله، رغم عدم فهمهم لمعانيه. وهذا من أسرار القرآن العظيم وإعجازه التي كشف الرسول صلى الله عليه وسلم النقاب عن بعضها حين قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في صحيح مسلم. ويحاول فريق أمريكي الآن اكتشاف أسرار موسيقى حروف القرآن بدراسة موجات ألفا ودلتا وتأثير كل منها على الدماغ والتوتر والضغط وأمراض أخرى كثيرة. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.